حيلها لزميلي حمد بن محمد الزعبي، اتمنى له التوفيق ولكم اجمل واسعد اللحظات. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. ايها الاخوه، شوط الختام ينطلق وتنطلق هذه الشعارات في ختام هذه المرحله الصباحيه وفي هذه المرحله الاولى من هذا المحلي الثالث وفي هذه الفتره التي تجمعنا بحضراتكم مع سن الجداع ابكارا وقعدان، ولكن في اشواطنا العامه. إنما بإذن الله تعالى موعدنا سيكون وإياكم في مساء هذا اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا، الانطلاقة ستكون في تمام الساعة الثانية ظهرا بإذن الله تعالى، منافسات وتحديات الأشواط المفتوحة، والتحضير سيكون في تمام الساعة الواحدة والنصف، أما الانطلاقة ستكون في تمام الساعة الثانية ظهرا بإذن الله تعالى. حضورنا الكريم أيها الإخوة الأفاضل، نتابع هذه الانطلاقة ونتابع مقدمة هذا الشوط، الشوط الرابع عشر الذي خصص للجداع البكار، ونتابع الانطلاقة ونتعرف وإياكم على خيرة. خيرة اللي تحتل المركز الأول وتختار المركز الأول، تعود ملكيتها للسيد محمد بن ناصر بالعوض المنهالي، هي من تقير مجريات هذا الشوط وهي من تقود المسار في أول نداء وإذاعة. إنما هنا في المركز الثاني تواقة تحتل المركز الثاني، تعود ملكيتها لعبد الله بن حمد بن ملهيه المري. أما المركز الثالث والمركز الثالث تصلنا هنا مسيكة للسيد فهد بن سعيد الخيارين، هي من تحتل المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع ويصلنا شعار بن ثلاب. يا مرحبا بشعار بن ثلاب. مشاهدينا الكرام، يصلنا شعار بن ثلاب، هذا ما في كلام، هذه نوف، نوف للسيد راشد بن مبارك او مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، هي من تحتل المركز الرابع. نتابع واياكم المركز الخامس، ومن تصلنا شديده للسيد فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، هي من تحتل المركز الخامس. هكذا نداءنا مشاهدينا الكرام، ونعود مباشرة من حيث بدأنا، نعود إلى البداية ونعود إلى الصدارة أيها الإخوة الكرام. شعار المنهالي محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي مع خطيرة، خطيرة مشاهدينا الكرام بيختمها المنهالي. مشاهدينا الكرام، خيرة، نعم خيرة تختار المركز الأول وتحتل المركز الأول للسيد محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، هي من تختار المركز الأول. إنما هنا في المركز الثاني تصل تواقة أو شواقة، شواقة تحتل المركز الثاني للسيد عبد الله بن حمد بن ملهية المري، هي من تحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام، تصل نوف في المركز الثالث، تعود ملكيتها لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، هي من تحتل المركز الثالث. إنما هنا في المركز الرابع، ومن تحتل المركز الرابع تصل مسيكة، مسيكة لفهد بن سعيد الخيارين، فهد بن سعيد الخيارين، هي من تحتل المركز الرابع، ولكن التغيير من الجانب الأيمن مشاهدينا الكرام من قبل شديدة لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. شديدة تغير من الجانب الأيمن وتحتل المركز الرابع لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. أما المركز الخامس فتتراجع هنا مشاهدينا الأفاضل، مسيكة لفهد بن سيف الخيارين. الله مشاهدينا الأفاضل، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، شواقة مشاهدين الأفاضل تغير، ولكن لازالت الأمور مع المنهالي ومع خيرة.
الأخيرة مشاهدين الكرام هي من تحتل المركز الأول، والمنافسة أيضا الشديدة ما بينها وما بين، ولكن هنا نوف، نوف مشاهدين الكرام، نوف تتسلل، نوف تتقدم مشاهدين الأفاضل، ولكن خيرة مسيطرة، خيرة تعود ملكيتها للسيد محمد بن ناصر بالعوض المنهالي. خيرة وكانت الخيرة فيما يختاره الله، 1500 متر يا المنهالي، وشوط الختام، شوط الختام أرى هنا مشاهدين الكرام ابن ثلاث يحاول في شوط الختام، وكذلك أيضا فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين يحاول كذلك، وأيضا بقية الإخوة، ولكن المنهالي، المنهالي يصدر التعليمات اللاسلكية، المنهالي روح يا جماعة، اللي يريد أن يلحق بالمنهالي فليتحرك. 1200 متر أخيرة، 1200 متر أخيرة، خيرة مشاهدين الكرام تختار المركز الأول ويمتلكها أيضا السيد محمد بن ناصر بالعوض المنهالي. الله، الأمر خطير يا المنهالي، أرى نوف تتحرك للسيد مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، تحتل المركز الثاني والمركز الثالث، وصلت شديدة لفهد بن سيف، الخيارين المركز الرابع، ومن تحتل المركز الرابع شواقة تعود ملكيتها لعبد الله بن حمد بن ملهي أهل المري، والمركز الخامس، ومن تصلنا خامسا أيها الإخوة الكرام تصل تحية، تحية لعلي بن فراج المري. يا سلام، الله الله، من يريد التحية فليتقدم، من يريد الناموس فليتقدم. خلونا مع بالعوضي يا مشاهدين، محمد بن ناصر بالعوض المنهالي مع خيرة تختار المركز الأول، ولكن هنا تدخل جديد ودخول جديد من جذابة، الجذابة للسيد محمد بن بخيت الزعيري، أراها تغير المركز، مركز انت والآخر، ولكن تحية يا جماعة، الله يا تحية، تحية علي بن فراج المري تغير مجريات هذا الشوط. يا سلام، الله، الناموس في الشحانية يا جماعة، ولا الزعيري يحاول، الزعيري يحاول محاولة شاقة، ولكن بن فراج انطوع، انطوع مع تحية، تحية لعلي بن فراج المري تسيطر، وهنا كذلك أيضا هنا الجذابة، الجذابة وتحية، تحية والجذابة، الجذابة، ولكن توا شواقة، شواقة، شواقة من الجانب اليمين، شواقة، الله، اشتاقت للناموس، تحياتي لك يا بن ملهية، الله، شواقة مشاهدين الكرام، شواقة، ولكن لازالت الأمور، شواقة، شواقة وتحية، تحية وشواقة، ولكن شواقة مشاهدين الكرام، الناموس يا بن ملهية، تستاهل الناموس يا بن ملهية، الناموس. إذا مشاهدين الكرام، إذا عبد الله بن حمد بن ملهية مع شواقة تشتاق للناموس وتهدي له الناموس، ناموس شوط الختام المركز الثاني. تحية لعلي بن فراج المري المركز الثالث. المركز الثالث الجذابة للسيد محمد بن بخيت الزعيري، أما المركز، المركز الرابع مشاهدينا الكرام مشهورة للسيد راشد بن طالب بن شريم المري، المركز الخامس تصل في المركز الخامس نوف للسيد مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام وتوقيت شواقة التي شاقت الجمهور وشاقت أن تنتزع ناموس هذا الشوط وتفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا لمالكها عبد الله بن حمد بن ملهي المري، 8 دقائق 6 ثواني، جزء واحد من الثانية، هذا شوط الختام يذهب مع شواقة ومع شعار عبد الله بن حمد بن ملهي المري. نهنيه المركز الثاني، تصل تحية